السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تشوف اي فيو 3D سهل جدا، تيجي هنا عند المكعب دوت وتقول له اورينت تو فيو وتختار اي سيكشن من السكشن بالشكل دوت، فيبدأ يجيب لك سيكشن في 3D بالشكل دوت. ممكن يكون السيكشن واخد جزء معين، مثلا المنارة لوحديها مثلا اهوت. ممكن تقول له مثلا عايز دوت، فيجيب لك القطاع دوت سيكشن اهوت. ولو دوست شيفت مع الزرار الاوسط او البقره بتاعت الماوس تقدر تلف بالشكل دوت. طيب لو انت عايز طريقه اسهل او عايز اختصار، فخلينا نخش على الاوبشن نشوف الاختصارات اهوت. كيبورد شورت كات اهو الاورينت اورنتي اذر فيو، ادي له اختصار وليكن مثلا او في اصايب. يبقى انا كده اول ما اقول له او في هيجيب لي اورينت اذر فيو واقول له اوكي اوكي، وفي اي وقت اقول له او في تطلع لي القايمه بالشكل دوت. فاختار مثلا السكشن دوت واقول له اوكي، هيبدأ يجيب لي السكشن زي ما انت شايف، وبرده شيفت والبكره اللي في النص يبدأ يلف الشكل. بدل ما اجي هنا واقول له ريد تو فيو وابدا اختار سكشن، ليه؟ لان ممكن تكون القائمه دي طويله فتبقى صعبه شويه. لو انت عايز تلغي الحاجات ديت هتخش على الفي بي هنا مش ظاهره معايا عشان هنا في فيو تمبليت. هدخل هنا في الفيو تمبليت الاول وبعد كده اخش في الانوتيشن واقول له الغي لي السكوب بوكس. طبعا هو بيلغيها في الفيو ده بس، فكده يبقى اسهل ان انت تعمل سيلكت للعنصر وان انت تلف حواليه.